لعيبه سبقوك حتى في البطولتين اللي فاتوا دول. كلمني على اول بطوله ليك كانت مهمه السنه دي، اللي هي كانت ايه اول بطوله فاكرها السنة دي؟ السنه دي؟ السنة دي كانت أهم بطولة طبعا، أي لعيب بيلعب السيزون كله يعني بيبقى طويل قوي، بس طبعا أهم بطولة بتبقى الجمهورية، تمام، بس دي كانت اخر فدي بطوله. كانت آخر بطولة. لا اول أول واحده بقى بطولة كانت مهمة، كانت منطقة الجيزة، طبعا، كانت دي أول بطولة، نقاط كبيره. أول بطولة في السيزون. لعبت فيها كويس واتمرنت يعني، كلنا بصراحة كنا بنتمرن بشكل كويس. كنت الكباتن كلها كانت عاملة شغل بصراحة يعني 10 على 10، ما كانش فيه يعني ما كانش فيه أي مجال إن حد أصلا يتمرقع مثلا في تمرين أو ما وصلت لكام فيها؟ خدت فيها مركز تاني، ما لعبت شاء الله، فاينل هايل خدت فيها مركز هايل تاني هايل الحمد لله. هايل. طيب وبعد كده دي اللي أهلتك للبريتش أوبن ولا أهلت؟ البطولات بقى، أول 5 بطولات في السيزون هم اللي بيأهلوا البريتش أوبن، كان رانكي ساعتها رقم 2 أو رقم 3. ممتاز، حلو جدا، فدي أهلتك للبريتش أوبن. رحت البريتش أوبن وبرضه كان عندك إصابة شديدة جات لك في دور الكوارتر فاينال، مظبوط؟ جالي، طب كلمني عنها، إيه الإصابة هو اللي اصلا جات لك؟ الاصابه يعني هي في السمانه، هي بتبقى حاجه يعني مزمنه، محتاجه شكة كده وكده بس. محتاجه ان هي اصلا عمليه وكده، فطبعا انا مش هقدر ان انا اعملها في السيزون لان انا هوقف كتير قوي، صح. فاضطريت ان انا العب بيها، وكنت العب بيها من اول بطوله اصلا. بس طبعا بقى بعد ماتش يعني، بعد ماتش وكده بتبدا بقى الحوار بيبقى صعب قوي. كملت ماتش دور الثمانية ده ولا كملت كملته؟ بس كملته كنت عشان ما تعبان. كنت تعبان جدا، بس اللي هو زعلت يا يحيى؟ قوي بصراحه. معلش يا حبيبي، معلش. لا بص، لا وعادي قهر بتاعك هناك زعل بصراحة، قهره، كان عشان كده بشوفه بيتكلم. بص اول ما قلت له زعلت قال لي قوي. ايوه هو لا لا يعني بتبقى صعبه على اللعيبه، انا عارف يا حبيبي ولا همك، بس خلي بالك كل المدربين عارفين انت مين والمدربين الفنيين عارفين انت مين. هتيجي ان شاء هتيجي الله صدقني، هتيجي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت رجعت والحمد لله، عالجت نفسك كويس ولا لسه محتاج تعمل العمليه دي؟ لا لسه محتاج اعملها كده كده، بس هو يعني السيزون خلاص خلص، فبقى ان شاء الله عندك في براحتك. وقت ان انا اعملها يعني الحمد طيب لله. بطولة العالم شاركت فيها بعد البريتش اوبن ولا كانت قبليها؟ بطولة العالم السنة دي لا، ما ما عرفتش عرفتش. اشارك فيها، انما اخر واحدة لعبتها كانت امتى بطولة كانت العالم؟ السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. السنة اللي يعني فاتت هي كانت قبل البريتش اوبن. عملت فيها ايه برضو يا طلعت من دور ال16، خسرت من الولد اللي هو فرنسي اسمه التالت؟ ميلفيل، اللي هو التالت، خد خد تالت تالت يعني، البطولة دي. ورعيتك جابتك في حد جامد فيها. انا كانت اول مرة طبعا اسافر اصلا بره وكده، فما كانش رانكي حلو، فبس بس خليني اقول لك ان انت كيرفك تصاعدي يعني، الله اكبر يعني. خلينا، انا راجل رياضي يعني، بقول لحضرتك ان انت بدات بطوله عالم دور ال 16 البريتش اوبن، وصلت دور الثمانيه برغم اصابه، يعني لو ما كانش عندك اصابه كنت ممكن تروح لادوار ابعد من كده. الجمهوريه خدت تالت، فالنهارده الله اكبر انت ماشي بكيرف تصاعدي. ما تزعلش ان انت في اصابه لا عطلتك لا ولا حاجه، الحمد لله اوعى الحمد يعني، لله. محتاجه اللعيبة تمرين. الرجالة بتدوس على واضح نفسها في